متابعينا الكرام، منيح باقي 3 شهور شهرين على الهداء. ثم ما شاء الله هداوة حليب غدوتها على ولدها حليب حليب. شوف الهداوة المبروكة، هذه فرصة بعد ما تخلص من تمنح الشهرين هذه الهداد وصل. باقي 35 يوم ولا أقل على سهيل. ما شاء الله الهشاش، ما شاء الله والصلاة على النبي. ما شاء الله تمنح طاستهم 80 تمنح وعين خير، وبعدين ضربها وبع ولدها الوحدة تطلع عليك ضروبة بسعر سمح. ولدها ما شاء الله يجيب لك ان شاء الله الايام هذه 6500 7000، وضربها على زمن طيب. ما شاء الله ما شاء الله على الرغوه وين الخلاص. بس اللهم صلي وسلم على رسول الله. خلاص لا مقطع وهي تمشي.